هو النظام الذي يحكم مصر منذ 3 يوليو 2013 حينما يواجه مشكلات البلاد الوجودية بالهزل والخطابات التي تثير السخرية والامتعاض قبل أي شيء آخر، بينما يواجه مشكلات استمراره هو بالقمع والقتل والترهيب. لسنوات عدة يتفاوض فقط حول سد النهضة الإثيوبية الذي يعني الجفاف لمصر، بعد منحه بنفسه وبدون موافقة أو استشارة الشعب المصري شهادة ميلاده الرسمية بالتوقيع على اتفاقية المبادئ عام 2015، وعندما يضطر لإطلاق التهديدات ورسم الخطوط الحمراء يتوجه بها إلى الكاميرات قاصدا الداخل وليس من يسعون بجد للإطباق على شريان الحياة في البلاد المعروفة طيلة تاريخها بهبة النيل. وشيئا فشيئا وحسب منهجية أسد الداخل نعامة الخارج، يتحول النظام بالمصريين من إشكالية القبول بوجود السد إلى الاتفاق على الملء والتشغيل فقط، ليصل في آخر خطاباته إلى الحديث أيضا فقط عن عدم المساس بالحقوق المائية، ليستمر حشر البلاد في نفق بلا نهاية من التنازلات لا يلوح في آخرها سوى الخراب. الحديث الآن الذي لم يعد المصريون قادرون على كتمه رغم وقوعهم تحت رحى التعذيب والقمع الرسميين هو باختصار: أين الجيش؟ ولماذا تكبل مصر بعشرات المليارات من الدولارات من الديون الخارجية لشراء مقاتلات حديثة متطورة وحملات طائرات وغواصات حربية، وإذا لم تستخدم هذه القدرات العسكرية في الحفاظ على وجود الوطن وضمان استمرار تدفق مياه النيل إليه، فماذا أو فمتى إذن تستخدم؟ أسئلة تبدو مشروعة ومنطقية في خضم الغضب الشعبي العارم بسبب تراخي نظام السيسي لسنوات طويلة في التعاطي مع أزمة المياه المحدقة وبشائر الجفاف القادم، فيما يعتبره رأس النظام في خطابه الأخير نوعا من الهري الذي لا يليق، داعيا الخائفين من جفاف حلوقهم عطشا بكل بساطة لعدم الانزعاج طالما أمنوه هو حسب زعمه على مسؤولية قيادة البلاد التي يقودها حسب تعبيره بالبركة، التي لا تعرف الأخذ بالأسباب ولا تعترف بحسابات الجدوى. مؤشرات الجفاف القادم من وراء سد النهضة وخيارات نظام السيسي في التعاطي مع الكارثة، موضوع حلقتنا من قصة اليوم. مشاهدينا تابعونا.